هي مباراة الحلم، مباراة الحقيقة اللي باتت بين الأيادي حقيقة أن يكون منتخبنا الوطني ضمن كبار العالم بكرة القدم. ننتظر فرحتان في دير الزور، فرحة وصول أبطال الجيش العربي السوري لكسر الحصار، وفرحة وصول منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم بروسيا في العام القادم. كلنا أمل، كلنا تفاؤل. أمام منتخبنا فرصتان، نتمنى أن يتحقق ويحصل على الفرصة الأولى هي التأهل المباشر، وأن لم يكن لا سمح الله وأن لم يتحقق التأهل المباشر فبالتأكيد لدينا الإمكانية، لدينا القدرة، لدينا الأمل والطموح بأن نصل عبر الملحق. أتوقع إن شاء الله الفوز للمنتخب السوري، لأنه عمدون على المهام الصعبة والمهام المستحيلة يحققونها بهمة الله وهمتهم إن شاء الله. إن شاء الله يحقق البسمة وتصير فرحتين، عيدين، عيد نفوز على المنتخب الإيراني في وسط إيران إن شاء الله، ويكون أيضا تتويج لفرحة الجماهير في دير الزور، مو بس في دير الزور، بكل سوريا، أنه خلصنا من هالحصار الظالم اللي كان علينا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لكل الشرفاء في سوريا وكل الرياضيين كل عام وأنتم بخير. فرحتين، احنا فرحة دخول الجيش العربي السوري على محافظة دير الزور وتأهل منتخبنا إن شاء الله. احنا نتوقع الانتصار، ما بي غير الانتصار الساعة، يعني هسه بهالوقت هذا انتصارات، انتصاراتنا بكل مكان انتصارات، لازم ننتصر وينتصر منتخبنا الوطني على المنتخب الإيراني مشان نتأهل. كان شوف العالم كله انه التحدي سوريا تحدى العالم بالميدان بأرض الملعب وأرض المعركة. راح تصير إن شاء الله الفرحة فرحتين، بفرحة وصول الجيش لعنا بفك الحصار، وفرحة المنتخب السوري بتأهلنا للمونديال. نتمنى إن شاء الله يا رب المباراة القادمة مع إيران إنه نحقق هذا الفوز، وتكون الفرحة فرحتين، فرحة الانتصارات قاعد يحققها الجيش العربي السوري وفك الحصار عن مدينة، وإن شاء الله يا رب نصل للمونديال وتكون فرحة لهالبلد، وإن شاء الله يا رب العم الأمن والأمان. ونشكر الجيش العربي السوري القادم يعني لفك الحصار عن هالمدينة.